بالنسبة للملكية الفكرية، أي تحديات للذكاء الاصطناعي في ظل هذه الأشغال اللي كتنظموها المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية؟ شكرا على السؤال وشكرا على الاستضافة. هو تحديات متعددة وعلى عدة مستويات، على مستوى المفهوم، على مستوى كذلك الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، وكذلك على مستوى نطاق التطبيق دياله والقوانين التي تنظمه. وعندنا التحدي الأكبر هو كيف حماية حقوق الأفراد والمؤسسات في ظل الذكاء الاصطناعي قادر كذلك على الإنتاج وعلى الإبداع، إبداع يستند إلى إبداعات الأفراد والمؤسسات، وبالتالي قد تضيع حقوق هؤلاء الأفراد وهذه المؤسسات في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي وقدرته الخارقة على استعمال معطيات الآخرين من أجل إنتاجات جديدة. وهذه التحديات هذه إلى الآن لازالت ليس هناك تشريعات دقيقة تستطيع أن تضمن الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات في إبداعاتهم وفي اختراعاتهم وفي ابتكاراتهم. هناك مبادرات مثلا كالمبادرة الأوروبية من أجل وضع ميثاق يحدد المبادئ المؤطرة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي. ففعلا قدرة الذكاء الاصطناعي على تجاوز الزمان وعلى تجاوز المكان وعلى استعمال المعلومات عبر التاريخ وبكم كبير من أجل الإنتاج الفكري وكذلك الإبداعات والابتكارات يقلق أصحاب هذه الابتكارات وأصحاب الإنتاجات من ضمان حقوقهم ومستحقاتهم في استعمال هذه الإبداعات. بالنسبة التشريع المغربي فين كيف يواكب ولا سيواكب التشريع المغربي الذكاء الاصطناعي؟ هو صراحة التشريع المغربي لا زال ليس هناك نص مباشر ينظم الذكاء الاصطناعي، لكن الدولة المغربية واعية بهذه التحديات، وهناك سعي حثيث ربما جري حثيث من أجل استباق الأمور وإعداد منظومة تشريعية ومؤسساتية كذلك من أجل مواكبة هذا التطور السريع في الذكاء الاصطناعي. فالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة، فهناك إنشاء مؤسسة الوطنية للرقمنة، هناك وزارة التحديث والرقمنة، هناك كذلك مديريات في القطاعات الحساسة في وزارة العدل التي تهتم بمواكبة كل المستجدات في مجال القانون الرقمي، وهناك كان معنا بالأمس مدير يمثل وزير العدل المشارك مع وزارة العدل المشاركة معنا في هذا المؤتمر، وكانت كلمة الوزير ألقاها مدير بالوزارة وتحدث عن هذا الوعي لدى الوزارة بمحاولة الاستباق وإعداد نصوص مشاريع لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعي وكل القوانين المتعلقة بالرقمنة. سعيد اليوم بمشاركتي في هذا المؤتمر الرائع، المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية الذي يجمع خبراء من دول عربية متخصصين في الملكية الفكرية وتحديدا في الذكاء الاصطناعي، لأن موضوعنا اليوم جميل اللي هو الملكية الفكرية والتحديات التي تخلقها الذكاء الاصطناعي. أمانة لمشاركة في تجربة كويتية لنتكلم عن تقييم المشاريع الناشئة من برامج الذكاء الاصطناعي وكيفية حفظ ملكيتها الفكرية، وتطرقنا لموضوع جديد وهو الذكاء الشبكي، والذي يعني فيه أنه هو الذكاء المستخدم في التعامل أو محاكاة مع الآلة. لا شك أن الذكاء الاصطناعي متطور ويتطلب منا هذا التطور السريع أن احنا نجاري هذه التحديات، في حين أن في هذا المؤتمر نخلق فرص ممكن خدمة توعوية، تبادل ثقافي، تبادل معارف من جميع الخبراء من دول العربية. أنا أتوقع أن إن شاء الله بنخرج في توصيات رائعة
نقدمها للمسؤولين في الدول العربية، لأن يكون في اهتمام أكثر للملكية الفكرية ولمواجهة أي تحديات مستقبلية تقنية. وأكيد إحنا اليوم نشهد في موضوع التطور أو التحول الرقمي، وهذا بحد ذاته يعني تحدي كبير، لكن إن شاء الله بإذن الله من خلاصة هذا المؤتمر أن نستطيع أن نضع يعني النقاط على الحروف، وإن شاء الله خير.